اكيد سعيد ان انا اكون موجود في ايفنت زي ده. طبعا بيساعد مش بس في مجال كرة القدم بس في رياضة بشكل عام, وبالتحديد طبعا في مجال كرة القدم. فكرة من الحاجات المميزة جدا جدا المجموعة اللي موجودة, عبدون وكل المجموعة اللي موجودة معه, اعتقد اني بيعملوا حاجة اعتقد انها هتفيد رياضة المصرية بشكل كبير, هتفيد كرة القدم بشكل كبير. موضوع كمان مش بس بيساعد مدربين, بيساعد معلقين, بيساعد أجهزة فنية, فأعتقد أن شيء طيب. النهاردة كنت سعيد أن أنا كنت موجود كمان مع الشباب, أن أنا أتكلم في وسطهم وأن احنا ننقل خبراتنا الكبيرة في خلال مجال كرة القدم, في خلال إزاي أن احنا قدرنا نوصل سواء من بطولات حققناها سواء نجاحات حققناها. فكل الخبرات دي احنا بننقلها, مش بس انا موجود, عدد كبير من النجوم اللي كانت موجودة اللي بتساهم مع الشباب وبتديهم دفعة بشكل كبير. اعتقد ان كمان كان في ناس كمان موجودين كمستثمرين اللي هو اساس كرة القدم واساس الرياضة طبعا هو الاستثمار, كانوا موجودين وبيقولوا برضو خبراتهم ازاي ان هم يستثمروا في مجال كرة القدم وفي مجال الرياضة. فاعتقد ان انا سعيد ان انا كنت موجود, ويا رب ان شاء الله باذن الله ان تكون بداية موفقة ل فوتبول اكسبو طبعا, واني يكون فعلا انطلاقة لصناعة حقيقية لكرة القدم. خلينا نقول اني لسه ما وصلناش للصناعة بالشكل اللي هو احنا بنأمل فيه, انما بنجتهد وده شيء ايجابي وشيء جيد, واني في مجموعة جديدة بدأت تجتهد وبدأت تشتغل ان فعلا يكون في صناعة. انما محتاجة ايه؟ محتاجة تطور في حاجات كتير, محتاجة على الاقل النهاردة احنا بنتكلم النهاردة بدأنا ناخد خطوة في, انا اتكلم على مجال كرة القدم مش اتكلم على الرياضة بشكل عام, يمكن اللي انا يمكن متخصص فيه او اللعبة بتاعتي او المهنة بتاعتي. بدأنا برابطة اندية, ودي جزئية مهمة لحفاظ على حقوق الاندية. بس ازاي رابطة الاندية دي ان هي تخلق نوع من انواع الاستثمارات علشان تقدر تفيد الاندية. ده هيجي بان انا ابدأ ادور واشوف ايه الحاجات اللي انا اقدر اجيب منها عوائد للانديه, لان كره القدم ما زالت بتخسر في مصر. فبالتالي احنا عايزين ننقلها لصناعه, صناعه دي للحفاظ على الحقوق, صناعه دي ازاي نطور من صناعه الدوري الممتاز, ان احنا ازاي الدوري يبقى قيمته اعلى من اللي موجود فيه بشكل كبير, من خلال بقى زي ما قلت مستثمرين, من خلال اعلانات, من خلال حضور جماهيري, من خلال تشتات الانديه او حفاظ الحقوق, اللي حفاظ الحقوق على العلامات المسجله بالنسبه للانديه. كل دي الحاجات اللي هي تخلق في جزئيه تانية بس يمكن الناس ما بتأيدهاش, ودايما دي يمكن بتعمل نوع من انواع الحساسيه شويه, بس هي شيء لابد منه, هيحصل عاجلا ام عاجلا هيحصل طبعا. وهي قصه ان احنا لازم ان المنتج ده علشان يطلع منتج كويس لازم يحصل نوع من انواع ان هو يبقى مشفر, ده اللي هيقدر يجيب عائد الانديه بشكل كبير جدا. اول ما تبدا تتكلم في الجزئيه دي طبعا انت بتروح في حته تانية, بس هو ده اللي لازم يكون علشان لازم نخلق صناعه حقيقيه. احنا النهارده كله بيتفرج على الدوريات الاوروبيه, الدوري الانجليزي والدوري الايطالي والدوري الاسباني, كلنا بنتفرج على الفرق دي كلها, وبندفع مقابل الفرق اللي احنا بندفع مقابل الدوريات اللي احنا بنتفرج عليها. تيجي عند الدوري المصري يقول لك ما هو الدوري المصري مش زي الدوري الانجليزي, ما هم ازاي الدوري الايطالي, ما هم ازاي الدوري الاسباني. حقيقي, بس ما احنا عايزين نكون زي الناس دي كلها. هيجي ازاي؟ هيجي بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه ده, انما يمكن هي فكره غير مقبوله بالنسبه للناس, بس هي دي الفكره اللي هتحسن من كواليتي الدوري الممتاز, هتحسن من اللعيبه نفسها, هتحسن, لان الناس كلها متخيله ان كره القدم هم 22 لعيب بيلعبوا. لا, هو مش 22 لعيب بيلعبوا, هم دول من الاساسيات, ولكن ما بعد ال 22 لعيب ده مجالات كتير قوي بتتكلم في 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 في, في ناس كتير قوي هي اللي بتدير ال 22 لعيب ده. فدي جزئيه مهمه, واتمنى ان شاء الله باذن الله ان بدايه جيده بالنسبه لرابطه الانديه, واتمنى ان هم يفكروا ازاي يعلوا من قيمه الدوري المصري. يعني لحظات كتير هي الافضل في مسيرتي, ما اقدرش احدد لحظه واحده, ولكن خليني اقول اول بطوله ليا هي دي الاهم بالنسبه لي, ودي يمكن اللقطه الـ 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 الاهم والفارقه في حياتي, طبعا هدف 98 في جنوب افريقيا, لان انا كنت لسه بداياتي ولسه اول انطلاقه ليا, الناس لسه ما كانش حتى جمهور مصر كله ما يعرفنيش. ختمت باحسن على بشيء افضل ما يكون, اكتر ما انا كنت اتوقع,
ان احنا بنحصل على بطوله الامم الافريقيه وان انا بحرز الهدف كمان في النهائي. فدي كانت اعتقد هي اللقطه الاهم بالنسبه لي لان هي كانت نقطه تحول بالنسبه لي في حياتي. في قرارات بس مش هقدر اعلن عنها للاسف عشان ممكن تزعل الناس وكده, انما في قرارات طبعا في حياتي خدتها لو رجع بيها الزمن ممكن ما كنتش اخدها تاني. لا في لعيبه كتير لعبت معايا كانت لعيبه كبيره جدا جدا خدت تقدير بشكل كبير, ولكن كان يعني انا مثلا محمد بركات شايفه من اهم لعيبه بالنسبه لي, شايفه لاعب مكتمل يعني, ويمكن ما خدش حقه الكافي ان على قدرات محمد بركات في الكره المصريه. لا في لعيبه كتير طبعا لعبت معاهم, تزعلوا مني ناس كتير انتوا كده يعني, في لعيبه كتير طبعا, بس يمكن طبعا اكيد زي ما قلت محمد بركات بالنسبه لي ده لعيب مهم جدا جدا لاني انا لعيب ذكي, لعيب من نوعيات اي مدير فني يحب ان هو يكون موجود. ابو تريكا كمان من اللعيبه المميزه, اللعيبه الموهوبه, اللعيبه اللي عنده قدرات غير عاديه. في لعيبه كتير, حازم عبد الستار من اللعيبه الموهوبين يعني, عبد الستار ده احرف لعيب شفته جه في تاريخ مصر كلها. حازم امام طبعا لعيب موهوب ولعيب كبير, انما في لعيبه كتير يعني انا بس هسكت بقى اسماء يعني. حسام حسن طبعا قيمه كبيره واستفدنا منه بشكل كبير جدا جدا, حته الروح والاراده والعزيمه. لا طبعا يعني في لعيبه كتير لعبت معاهم لعيبه كبار جدا جدا. كان نفسي يبقى هدف الثالث في ماتش الجزائر, كان نفسي ان يكون الهدف ده اللي وصلنا لكاس العالم او هدف في تاريخ مصر برضو يعني, الاهداف الحاسمه الاهداف المؤثره. كنت اتمنى طبعا يكون يعني ان انا اجيب هدف في المباراه دي او في مباراه ام دويمان طبعا اللي وصلنا لكاس العالم, لان الجيل ده فعلا فعلا كان يستحق يكون موجود في كاس العالم ده, مش عشان احنا كلعيبه, لان كان افريقيا كلها ولاد عربي كله كان بيقول ان الجيل ده يستحق ان يكون موجود في كاس العالم.